فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. كما نعم هذا تفصيل واضح، لأنه قد يتوهم مما سبق. نعم. إن كل بلاد الكفر لا يصلى فيها ولا يجوز زراعتها ولا استعمالها، وهذا فهم خاطئ. إذن فالأرض على ثلاثة أقسام: قسم أمر الله أن يصلى فيه وأن ينتفع به، وهي الأرض الطيبة المباركة التي ليس فيها، لم يسبق فيها آثار كفر ولا عقوبات. وقسم نهى الله عن الصلاة فيه وعن الجلوس فيه، وهي مواطن العذاب، المواطن التي نزل فيها عذاب ولعنة، كديار ثمود ومسجد الضرار وأراضي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا، لا أمر بعمارتها والصلاة فيها ولا نهي عن عمارتها والصلاة فيها، فهذه أيضا من القسم المباح. الحمد لله. من القسم المباح. وغالب الأرض من هذا النوع، غالب الأرض من هذا النوع.